السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. الصحة تعلن عن خروج 12 شخصا من الحجر الصحي الاحترازي. وزارة الأشغال تنجز 68% من مشروع الحديقة المائية. وبرنامج ولي العهد المنح الدراسية العالمية يفتح باب التقديم لبعثات عام 2021. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أعلنت وزارة الصحة عن رصد حالتين مصابتين بفيروس كورونا كوفيد-19 لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا 49 شخصا. وأوضحت الوزارة أن الحالتين كانتا قد وصلتا عن طريق رحلة جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، وتم إجراء جميع التحاليل اللازمة لهما في القاعة المخصصة في المطار لفحص القادمين من الدول الموبوءة، وتم وضعهما في الحجر الصحي الاحترازي وفق الإجراءات المتبعة لحجر القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما، وبعد ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة بالفيروس تم إجراء التحاليل المختبرية لهما التي أكدت إصابتهما بالفيروس، حيث تم نقلهما فورا إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وهما في وضع صحي مستقر. هذا وأعلنت وزارة الصحة خروج 12 شخصا من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد-19. وأفادت الوزارة أن 12 شخصا الذي تم إخراجهم من الحجر الصحي الاحترازي هم من ضمن العائدين من إيران ومن دول الموبوءة، 10 منهم من المواطنين البحرينيين العائدين من إيران، واثنان عائدون من الصين، أحدهما مواطن بحريني والآخر صيني الجنسية. أكد وزير الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف عن الانتهاء من 68% من أعمال المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 90% من منطقة مواقف السيارات و75% من المباني الخدمية في الحديقة. هذا وطلع الوزير خلال الزيارة التي قام بها على أهم تطورات المشروع الذي يعد من أهم المشروعات الخدمية التي تعمل عليها الوزارة حاليا في العاصمة، حيث أن الحديقة المائية تعتبر مشروعا فريدا من نوعه لما له من قيمة تاريخية عريقة في ذاكرة الأهالي ومرتادي الحديقة، حيث تبلغ مساحة الحديقة 6 هكتارات، وقد تم تصميم الحديقة بالحفاظ على المعالم التاريخية للحديقة. هذا وأصدر وزير الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قرارا بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على خدمة التخلص من المخلفات بعد الساعة 4 مساء من جدول رسوم الخدمات والخيام، والتي تتراوح من دينارين إلى 500 دينار. وطبقا لقرار الوزير تلغى الرسوم الإضافية المفروضة على خدمة التخلص من المخلفات بعد الساعة 4 مساء بفئاتها الواردة في جدول 15 من ثانيا رسوم الخدمات والخيام من جداول الرسوم البلدية الواردة في القرار رقم 22 لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. المبرة الخليفية تختتم المرحلة الأولى من برنامج إثراء الشباب 2020.
أعلنت لجنة تقييم مسابقة الأعمال الشبابية مشروعي التي ينظمها صندوق العمل تمكين عن اختيار 132 فريقا مؤهلا من أكثر من 185 فريقا سجلوا للمسابقة بنسختها السادسة والتي شهدت إقبالا ملحوظا هذا العام للانضمام إلى البرنامج الشامل المصمم لتحويل أفكارهم التجارية إلى مشاريع ريادية ناجحة في مجال ريادة الأعمال. ومن المقرر أن تجتمع الفرق المختارة في لقاء تعريفي للمسابقة لمناقشة المراحل المقبلة للبرنامج، بالإضافة إلى مقابلة مدربي مشروعي والموجهين والفرق الأخرى. وسوف يتضمن برنامج المسابقة مشاركة الفرق في تدريب تحضيري منظم، وإتاحة الفرصة أمام الفرق المختارة لعرض أفكارهم التجارية على فريق الموجهين لمسابقة مشروعي والبالغ عددهم 12 موجها. وللمزيد حول تفاصيل مسابقة مشروع ينضم معنا عبر الهاتف السيد خالد العلوي رئيس قسم دعم ريادة الأعمال. مساء الخير أستاذ خالد، لو تحدثنا في البداية عن الهدف الذي يسعى له صندوق العمل تمكين من مسابقة الأعمال الشبابية مشروعي. مساء النور، أهلا وسهلا. أول شيء نشكركم على هذه الاستضافة. هدف المبادرة أو مسابقة مشروعي هي مسابقة وطنية تم تدشينها ضمن جهود تمكين لتسليط الضوء على ريادة الأعمال كخيار مهني للشباب للانخراط في سوق العمل في البداية. المسابقة طبعا تهدف إلى إكساب المشاركين أساسيات إعداد خطط الأعمال وتطوير مهارات العرض للمستثمرين. وأتوقع خلال الخمس نسخ السابقة قدرنا بمساعدة شركائنا أن ننشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب. نعم، طيب ما هي المعايير التي تم من خلالها اختيار الفرق المؤهلة؟ هالسنة كان في إقبال ملحوظ، بحيث وصل عدد الفرق المشاركة لأكثر من 185 فريق، وهذه أعلى رقم وصلنا له على مدى تاريخ المسابقة. وأعلنت اليوم لجنة التقييم عن اختيار 132 فريق مؤهل بحسب شروط ومعايير المسابقة عشان يكونون معانا في هالرحلة الريادية. وللإجابة على سؤالك اختي، معايير اختيار الفرق المؤهلة كانت أن يكون المتقدم بحريني عمره يتراوح ما بين 18 ل 35 سنة. نعم. وببساطة الفكرة مدى جودتها ومستوى الابتكار اللي تتحلابه، بالإضافة إلى قدرة المشارك في أنه يوضح التحدي اللي يحاول أنه يتجاوزه بالحل اللي مقترحه. نعم، طيب فعليا متى سيبدأ البرنامج؟ من المقرر أن الفرق المختارة تجتمع في لقاء تعريفي للمسابقة علشان نستعرض معاهم المراحل المقبلة للبرنامج وأن نعرفهم بمدربي مشروعي والموجهين والفرق الأخرى خلال شهرين الجاري وشهر إبريل. طبعا يليه البرنامج التدريبي التحضيري وعرض أفكارهم التجارية على فرق الموجهين الـ12. نعم. وعليه راح يتم اختيار 60 فريق للتأهل إلى مرحلة دراسة الجدوى متبوعة بمرحلة النماذج الأولية اللي راح يتأهل لها 30 فريق، ومن بعدها راح تكون المحطة النهائية اللي بيتم فيها اختيار 20 فريق لعرض نماذجهم الأولية لمشاريعهم. نعم. وابتكاراتهم في معرض مشروعي العام. نعم، كل التوفيق والنجاح لكم السيد خالد العلوي رئيس قسم دعم ريادة الأعمال، شكرا لك. أعلن برنامج ولي العهد المنح الدراسية العالمية عن فتح باب الترشح لبعثات سموه أمام طلبة البحرينيين الذين سيتخرجون من المرحلة الثانوية في عام 2021 وحاصلين على معدل تراكمي 97 أو أكثر في الصف الأول الثانوي والفصل الأول من الصف الثاني الثانوي. الفترة المحددة لاستلام طلبات الترشح ستبدأ من الأول إلى التاسع من شهر مارس 2020. وعلى الراغبين في التقدم لبعثات البرنامج من استمارة الترشح على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. عملية اختيار المبتعثين تأتي بناء على معايير خاصة يحددها البرنامج تضم المعدل التراكمي، بالإضافة إلى نتائج امتحان آيلز وامتحانات SAT في القراءة النقدية والرياضيات والكتابة وغيرها.
اختتمت مؤسسة المبرة الخليفية فعاليات المرحلة الأولى من برنامج إثراء الشباب 2020 لسنته الثالثة للدفعة الثانية الذي أقيم تحت شعار المهارات التوظيفية والتقنية. واشتملت هذه المرحلة على العديد من الأنشطة والمهارات التي هدفت إلى تطوير وتنمية شخصيات المشاركين، إضافة إلى اكتسابهم مجموعة من المهارات التوظيفية تمكنهم من معرفة ذاتهم بشكل أكبر. كما وساهمت البرامج والأنشطة في تعزيز قدرات المشاركين في حل المشاكل واتخاذ القرارات والتعامل مع التغيرات الحياتية وإدارتها. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.